ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في موقف مثير علق مواطن بمدينة قلميم أمس الأحد 6 مارس الجاري داخل مرحاض عمومي لمدة وصفت بالطويلة، وبحسب المعطيات المتوفرة فإن المواطن المذكور دخل مرحاضا عموميا لقضاء حاجته قبل أن يجد نفسه محاصرا داخل المرحاض بعد عطل أصاب بابه الإلكتروني بسبب انقطاع الكهرباء في تلك الفترة. المعطيات ذاتها أكدت أن المواطن العالق استغاث بالمواطنين من أجل إنقاذه قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية من أجل إخراجه من داخل المرحاض المذكور.